يوم تغير الوضع، يعني كانت هنالك بصراحة بعد ما جرى وخاصة في حادث الضاحية العديد من النخب وحتى وسائل الإعلام حتى المثقفين تطالب المقاومة سواء في لبنان المقاومة في حماس بأن عليهم أن يستهدفوا أيضا أماكن سكنهم ومناطق سكنهم وليكن التعامل بالمثل وهو مبدأ شرعي، وإلا لماذا تستهدف مدنينا وأبريانا؟ لو كانت لديك مشكلة استهدف المقاومين، استهدف المجاهدين الموجودين في المعسكرات والساحات، وإلا لماذا موجود على الأراضي الفلسطينية بالضبط. وهو صهيوني هو أصلا مو أرضه، هو محتل بالضبط. فاللي صار شنو؟ تم الاتفاق على استهداف عصب الاقتصاد الإسرائيلي وهي مدينة حيفا، والتي تعتبر المدينة الاقتصادية والصناعية الأهم وعلى رأس الرمح في الكيان الصهيوني. تم استهداف المستوطنات، تم توجيه ضربات مهمة إلى أماكن سكنية مهمة مقربين من نتنياهو وغيرها. هذا الأمر بصراحة يعني وضع الكيان الصهيوني ووضع حكومة نتنياهو في حرج كبير وفي حيرة وفي خشية، ولأول مرة مثل ما تفضل ضيفك الكريم بأنه تحدث هذه الموجة من التمرد والنقمة الشعبية في داخل إسرائيل وهجرة العديد من الإسرائيليين خارج موطنهم الأساسي. لا بل أكثر من ذلك، الاقتصاد الإسرائيلي لأول مرة يحدث هنالك عجز كبير بقيمة أكثر من 45 مليون دولار في موازنة الكيان الصهيوني لعام 2024. الصحيفة إحدى الصحف الاقتصادية تتحدث عن خسارات كبيرة جدا، لا توجد هنالك سياحة، وضع جدا مضطرب. وبالتالي بتصوري أن أحد أهم الأسباب الرئيسية على استمرار نتنياهو بهذه السياسات الرعناء وهذه السياسة وهذا النهج هو خشية من في حال يعني جرى الضغط عليه والقبول بالهدنة وإيقاف إطلاق النار وشروط تسوية معينة، وساطة القطرية الفرنسية غيرها من الدول، حتى فكرة يعني الدبلوماسية التي تبناها أيضا العراق في حل هذا في حل ما يجري. أنا بتصوري أنه يراد من هذا الموضوع أنه الهروب من المحاكمة التي كانت تنتظره 2023، وفي وعندما حدثت معركة طوفان الأقصى كانت وكأنها طوق نجاة إليه، وفي كل مرة يتعذر على المحكمة استخدامه بحجة أنه القائد العام للقوات المسلحة.